السلام عليكم. يقول بعض رفاقه إنه ما احتج اثنان إلا كان ثالثهما، ربما تعبيرا عن قوة حضوره في الحراك الشبابي المعارض. تنقل كثيرا بين مختلف المدن الموريتانية، إما لتنظيم احتجاجات أو رفع شعارات مناوئة للنظام وللحزب الحاكم. تعرفه مختلف مفوضيات الشرطة بالعاصمة نواكشوط، ويشتهر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بنقده اللاذع للنظام وللحزب الحاكم في موريتانيا. قبل أسابيع قرر الانسحاب من حركة 25 فبراير، لكن ما فاجأ رفاقه وبعض متابعيه هو ظهوره بإحدى ورشات جلسات الحزب الحاكم الخاصة بتشخيص واقعه وتفعيل هيئاته، خطوة أثارت تحامل البعض وتفهمها البعض الآخر. حلقة هذا المساء مشاهدينا الكرام من برنامج المشهد مع الناشط السياسي كما يقدم نفسه أحمد اللبي، الناشط السابق بحركة 25 فبراير. أهلا وسهلا. أهلا بك. مرحبا. مرحبا. إذن يعني من مناضل شرس داخل يعني الحراك الشبابي الثائر بين ظفرين، المحتج على الوضع، المنتقد للنظام وللحزب الحاكم، إلى العبور إلى الضفة الأخرى، ما السر وراء ذلك؟ شكرا جزيلا، شاكرك أستاذ محفوظ على الاستضافة في البرنامج. نبين إياك نبين رأيي حول الأوضاع والحالة وذا النقاش اللي ينذار في الأيام الأخيرة. في البداية نختار نحيي الشباب الموريتاني الطامح كامل تغيير أوضاع موريتاني، سواء كان شباب الموالاة ولا فاتش بار دورو، والله اللي منه جبر دورو وقدم ذاك اللي قاد يقدم، وسواء الشباب اللي موجود في المعارضة إما ما فاتش بار الشجاعة التامة عنه يغير مسار المعارضة ولا يغير توجهاته واتجاهاته اتجاه أو ينتقل إلى الأغلبية أو ينتقل مولي لمكان آخر من أجل يجبر المكان اللي قاد هو يغير منه ولا شاك عنه قد يساهم في تغيير واقع الموريتانيين. هذا نختار نحيي المواطنين اللي متابعين واللي عندهم أمال كبيرة فينا نحن كشباب، واللي الصبح إن شاء الله اللي يصبح علينا عبء كبير هو مواصلة المسار السياسي الموريتاني من أجل تغيير موريتاني إن شاء الله إلى الأحسن. نختار نحيي هذه المجموعات كاملة، كلهم مجموعات كاملة أطيافة كاملة. نختار نقول عني شرفني فعلا التقديم اللي قدمته عني قدمت جزء ولو انه بعد بسيط جدا للموريتاني، قدمته من اجل العداله، قدمته من اجل المساواه الموريتاني، قدمته بدون عني نعود ورايا ابعاد اخرى، ورايا بعد واحد هو ضميري اللي محركني اتجاه للشعب الموريتاني. وقطعا عن الفخر انا ما قدمت عنك، يعني هو ما يقوله رفاقك في النضال، لكن ما فاجاهم هو ما حصل. نعم يعني نختار انا اخترت ونبين شوي السابق ذاك عده نقاط اساسيه. اولا عني انا معارضتي كنت فيها معارضه نابعه من ضميري، ما نعارض لان الناس كامله معارضه ولا نوالي مولي لان الناس ما تتوالي، اذا ما هو قابض روايه اساسا ضميري هو الموجه وعقلي هو الموجه وقراءتي للساحه هي الموجه. أنا قدمت لي الخطوة بعد مرحلة من التفكير حول الوضع السياسي. أنا اللي قريب من السنة زايدة متابعني ويعرفني المشهد، ما تيت نشارك في الوقفات الاحتجاجية له سنة تقريبا. آخر وقفة مشارك فيها وقفة 25 فبراير 2017، قبل ذاك هذا في إطار حركة 25 فبراير، في الإطار الآخر العام اللي حملات كانوا يخلقوا كيت ماني شارك أزوار كيتو الحملات، أنا توقفت من 2016 فيهم نتيجة لعدة أمور دون نوصلوا لها في نقاش إن شاء الله في المشهد. هذه الحالة اللي فوت في الساحة السياسية خرص ومراق بالساحة عن بعد أعطتني صورة عن المشهد وطرحت قدامي خيارات. الخيارات كانوا ثلاثة، إما حد يواصل في مسار راديكالي هو الكتان مواصل فيه، هذا الخيار الأول ولا يبين لماذا ما اخترته، والخيار الثاني هو خيار ممارسة واقعية سياسية وهذا الخيار هو اللي قبط ونختار نقول ما اللي يبينه، والخيار الثالث كان هو خيار العدميه السياسيه، والله ممارسه عدميه تجاه الوضع السياسي في موريتانيا، عني نعود ما عندي به علاقه، نوع حلف امور خاصه بي وذنه، كانوا هو الخيارات الاثنين للاسف اوضاع ما تحتهم الفرصه ولا قد يتبناهم، تبنيت خيار هو خيار واقعيه سياسيه ووضحته وبينته في بيان انسحابي. نختار شوية يعني نقطة. هذا شبيه بتحليل مختلف من يذهبون من المعارضة إلى الموالاة، هكذا يبررون بعد التشخيص ودراسة للواقع السياسي غير ذلك من العبارات، لكن
يعني هل لو لم يقم حزب الاتحاد من الجمهورية بهذه الجلسات لتشخيص واقعه وتفعيل هيئاته، هل كنت ستقدم على هذه الخطوة؟ نختار شوي نبين عن هذه الجملة، لأن ذيك قضيت انطلاقا من قراءة متأنية، هذه رواية موجودة عند الناس كاملة تقبلها، غير السياق يختلف والناس مولي تختلف، معناها عن ما معناها عن شيء خلق في مرحلة معينة ينطبق على الناس كاملة، الناس تختلف فيه. أنا نختار نبين عني، أنا خلط من مجموعة من أصدقائي، ما عندي أي مشكلة مع أحد، عندي تبنيت فكرة وظهر لي وضاح لي عن الكت واحد فيه، والله جزء منه عنه ما في صالح الشعب الموريتاني، ذا هو اللي بين اقتراصا، بين نقاط أساسية في الموضوع عني مشاركتي في ورشة حزب الحاكم، لا بد من خطوة تحتها خطوط أساسية، ياك ما يعود في ماتي تشويش لهان الناس تجاهها. أولا أنا ما جيتهم تيت عندي علاقة بالمعارضة ولا تعت عندي علاقة بالخط الراديكالي، ثانيا انا ما جيتهم في حالتهم الاولى، انا جيتهم وهم اعترفوا هم انفسهم عن حزبهم عندهم مشكله وعنهم هم عندهم من الشجاعه اللي يناقشوا وضعه ويطالبوا بتغيير وضعه ذا. وذي الجلسات نختار نقول عن الجلسات، كانت جلسات بالامانه جلسات مفتوحه، انا جيتها ما دعني احد ولا جيتها بدعوه لو من صديق، لو لم تحصل هذه الجلسات هل كنت لتنتقل الى حزب الاتحاد من الجمهوريه؟ في احدى تدويناتك تقول بان الحزب اعترف بفشله وامتلك، هكذا تقول، وامتلك الجراه والشجاعه لنقاشه، وبالتالي قررت ان تنضم اليه. يعني هل انت مصلح سياسي وهل فشلت في اصلاح المعارضه حتى تعبر الى اصلاح هذا هو من كنت تنتقد بالامس باشد الانتقادات والعبارات؟ هذا هو الدور، هو الدور السياسي، هو ما فيه زاويه، والله فيه دائره سياسيه مقفوله على حد، هي مقفوله بمعايير معينه، انت المعايير ما هي موجوده وموجوده في طرف اخر، والله فما امكانيه الوجوده في طرف اخر، الانتقاد يصبح روايه عاديه به لانسان متصالح مع ذاته، هو انا ماني جاي للروايه ياك نعيش فيها، يكون تعود ملائمه للوضع الذي ندور، والله فيها إمكانيات والأدوات المناسبة لتغيير الوضع. لكن هل حاولت إصلاح المعارضة وفشلت بذلك حتى تصلح الأغلبية أو تساهم في إصلاحها؟ أنا كل حد يتابعني يعرف عني المعارضة ما قطعت من الناس المجاملة لها، المعارضة ما قطعت أبدا من الناس المجاملة لها، نقولهم ذاك الخارج. لكن هل حاولت إصلاحها؟ يعني أنا أريد منك أنت حاولت للأسف، المعارضة تحيط نفسها بهالة من القدسية الوهمية للأسف الشديد، وللأسف عندها رواية واحدة تكررها على الشباب وعلى الناس اللي استحبت منها عن أي حد انسحب من المعارضة اليوم. الناس ما تشد أخبار لماذا انسحب، مباشرة عندها شمن التهم الاتهامات وعندها شمن الروايات المعلبة تصنف بها ذاك الشخص بدون عنها هي تناقش لماذا هو انسحب. المعارضة للأسف فقدت ياسر من الناس كان عنده رؤية وكان من الناس عنده قدرة على تغيير وضع موريتانيا. لكن هل كنت أنت وأنت داخل المعارضة تتبنى هذا الطرح الآن لمن انسحب؟ كل من انسحب من المعارضة كنت تنتقده بأشد الانتقادات وتنعته بأشد النعوت ولا تقول ما تقوله الآن. صحيح صحيح، ما الذي تغير؟ يعني تغير الوضع، تغير كثيرا عن المعارضة، أنها ماشية في اتجاه هي قافلة رأسها على اتجاه معين ورافضة عنها تصنت الشباب اللي فيها اللي عنده طموحات جديدة ما هي الطموحات اللي عندهم هم، وظاهر لهم اللي قراءته الواقع مختلفة عن قراءتهم هم من الزمن كامل، ونحن نعرفه عن المعارضة من التسعينات هي معارضة إلى حد اللحظة معارضة للأسف شديد ما عندها أي مكان، معني ضركاته في الجانب الآخر، نتمنى أن تعود معارضة حقيقية وديمقراطية تعود موجودة وعندها مدى رؤى وتعود طارحة البال الموريتاني عنها، هي اللي الموريتاني الشعب الموريتاني عنه هو اللي حركها ما يحرك رواية أخرى. نحن مع ذلك يعني أنت لم تكن منتميا لأي حزب سياسي معارض أو هكذا كنت تقول، والآن تنتقل إلى حزب أو بصدد يعني الانضمام لحزب الحاكم، حزب الأغلبية في موريتانيا، يعني المعارضة لم تنتظم داخلها كأحزاب سياسية، ومع ذلك تقول عنها ما تقوله الآن. نعم صحيح، هي اللي أنا تقريبا نحن جزء منها بينا اللي نحن في ساحة نحسب عليها، قاعد قد عود من الأمور اللي وساتني عني ما قد نبقي مع رفاقي بيها اللي ظاهر لي عنده الشيء كامل اللي يعدلوه وصمودهم إذا كان عنه يحسب المعارضة، والمعارضة للأسف نحن متابعين في الفترة الأخيرة ماتت عندها عتاب على رجال أعمال في الخارج وعتاب على التوجيهات أخرى ماتت عندها علاقة بالمشهد السياسي الداخلي، عاد عندها علاقة بالمشهد السياسي الخارجي، وذلك والله 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 باط بطموحات أشخاص في الخارج ونظرتهم للواقع موريتاني ومحاولة تفكيكهم للشعب الموريتاني، وهذا للأسف الشديد رواية كاملين حزينين لهبي اللي رواية خطيرة جدا، ويلتنا كاملين عدو حزين للمعارضة ومبتهج للموالاة التي كنت تنتقد بها. ما هو زادك درجة ابتهاج، لا إن شاء الله روايات تعود كامل في صالح الشعب الموريتاني. ذو الخلطة اللي جماعة الحزب الحاكم عندهم كيشي روايات طارحينها لمحاولة تغيير الحزب
وشخصيا جيت وقدمت رايي وقدموا مجموعات رايهم. والاختيار ما نقول لك الامانه عن ذاك النهار الورشه اللي كنت فيها، انا ورشه فيها روايات عجيبه، اول شيء عن التصفاق ذاك النهار للنقد ما هو التصفاق للتأييد، لاحظتها في المشهد ولاحظت من المخرجات اللي جات وراها عن فيها اعطت صوره فعلا عن ذي اللي طرح الشباب فماتي في الورشات وذي اللي ناقش الشباب الورشات، وهذا يعطي بعد على الاقل صوره عن فماتي امكانيه الاصغاء. والاصغاء في السياسه روايه مهمه، كون عن نجيب ونقول لك روايه وتصنتني، هذا هو المهم في السياسة. والسياسة في الأخير هي إدارة الشأن العام بمختلف وجهات النظر. من المفارقة أيضا أنه خلال تلك الجلسة كان يحضر أحد وزراء الحكومة، وهو يعني أحد أبرز الوزراء الذين كنت تنتقد بشدة، وتصفه بيعني أشنع الأوصاف، هو والنظام والحزب الحاكم. هنا أريد أن أعرف يعني متى بدأ الاتصال بينك وبين حزب الاتحاد من الجمهورية حتى تظهر فجأة داخل إحدى يعني جلسات نقاشها، رغم أن بعض من سبقوك يعني في النضال داخل هذا الحزب من أطر ومن مناضلين وغير ذلك لم يكونوا من ضمن الحضور؟ أولا أنا جبت التزامن، ما في رواية مرتبة، جي رواية بالتزامن، أنا تخليت عن النهش كنت ماشي فيه وضاح لي. هل اتصلت بهم أم اتصلوا؟ لا أنا ثماتي اتصالات مع مجموعة من الأصدقاء، وكان الرواية مطروحة للعام، هم عدوا الاستمارة على العام، الناس تملاها معني بعد ما شاركت في الاستماره، واعطاوا دعوه ملي على العام عن الناس كامله تجي. وفي الاخير انا ما تحمد في المرحله الماضيه انا تبنيت نهج جديد، معناها عني ما عندي مشكله مع اي حد في الساحه السياسيه عني ناقش معاه بدون تحفظ. كان واضح لي عن ذي المحاولة الإصلاح، والله ذي التوجه نحو الإصلاح، عن رواية جيدة وعنها تندعم عنها أساسية، خصوصا عنهم اللي ولا وتم تكليف بها، والله وكلف بها مجموعة من الشباب اللي شباب طامح وشباب موجود في وزارات كبيرة وعنده دور كبير حالا. قد عود ياسم الناس وهم طلع لي عنه وزارات الشباب اللي جاءوا حضروا اللي كانوا مكلفين في لجنة إصلاح، عنهم شباب موجود وشباب عنده دور قوي في الحكومة، لذلك ظهر لي عنه. لم تأتي عبر الاستمارات وهي الطريقة الرسمية يعني المتخذة، يعني من أين أتيت؟ هل من الخلف وكنت تنتقد الطريقة التي ينضم بها آخر وهي طريقة تقليدية؟ جيت من باب واسع وقدام الجميع بيدي، ما هي رواية يخجل حد منها، حد ظاهر له رواية وجايها بقناعة وجايها تصالح مع ذاته ومع واحترام النفسه، ظاهر لي عنه ما فيه ما يحتاج ذو الخلطة. جيت فحتى واحدين منهم قاعد ما يعرفوني، وجيت وطلبت الكلام، كيف الناس كاملة أعطاني الكلام ونعطى المواطنين في ماتي في أصحاب باتيك وفي مهد. لكن جئت لا شك بعد ترتيبات بشكل أو بآخر بينك وبين من كنت تنتقد بالأمس، يعني كيف ذلك؟ هل هي الطريقة التقليدية في الضغط أم ماذا؟ لا ما فهمت أي طريقة تقليدية، فما رجاج واضح له توف عنه المسار اللي ماشي فيه واضح له، والناس هم اللي كامل اللي في الساحة تعرف قيمته، وأكيد عنها إلى اتصلت به رواية عادية. أنا قبل نختير الشير شوي قبل نشاط حزب الحاكم كانت عندي ندوة في الطينطان حول اللا مركزية والاستقرار السياسي، شرطاني أساسي نظمها التنمية المحلية، وندوة نظمتها في الطينطان معي مجموعة من شباب الطينطان، وكانت ندوة جيدة وناقش فيها كامل اللي نقدوا نغيروا به من واقع ذيك المدينة والقرى. كانت تلك هي قاطرة العبور إلى الضفة الأخرى؟ ما بالنسبة لي هو تخلي عن نهج قديم واتخاذ نهج جديد بشكل مادي جدي وبشكل واضح لرقاش، حد واضح له الرؤية وماشي فيها في طريق، والناس كاملة اللي معاه واللي قد كاملة تعود افتحها في حلف معاه مفتوح له الباب. أنا هل اتصل بك بعض الوزراء والقادة في الأغلبية وفي الحزب الحاكم أم مجرد شباب فقط اتصلوا بي؟ حتى اللحظة الوزراء مجموعات ما فات عندي بي اتصال بهم بعد بشكل هو، ومعني ما عندي مشكلة، ما عندي أي تحفظ عليه، ما عندي أي تحفظ للاتصالات مع أي حد اليوم. أتيت فقط من خلال النقاش مع بعض الشباب؟ فعلا نقاش مع مجموعات من الشباب وقررنا عن كنت تسعى في السابق إلى جلب الشباب وإقناعهم بالنهج المعارض. نعم صحيح. الآن يعني هم مارسوا نفس النهج عليك وأقنعوك؟ نفس النهج، ماني شاك بي اللي شاك عنه، معني ما عندي مشكلة بعد معه، شاك عني توف أنا طرحت رؤية وياسر من الشباب زيانت عنده مستعد المشاركة فيها، فقط عني اخترت عنه ما يعود بالطرق التقليدية. أنا ما قبلت الطرق التقليدية المعروفة عن رجاج السحاب ويعلن يكل أمور اللي باط معروفة، أنا اخترت مبين شيء واضح أن ذي الرؤية عن حد لا يجي يشارك فيها ما وجي بشكل ساذج. لكن عنه مشاركة سأستمع لك بعد الفاصل. بعض رفاقك يقولون إنك يعني امتلكت الجرأة والشجاعة لإعلان الاستقالة
لكنك لم تمتلكها لإعلان الانضمام لتظهر فجأة. سأسمع منك الرد لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود، يبقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل النقاش في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد مع الناشط السياسي أحمد اللبي. أهلا وسهلا. إذن يعني أنت تقول إنك لم تنضم بعد رسميا إلى حزب الاتحاد من الجمهورية، ما الذي يعوق هذا الانضمام وما طبيعة الانضمام الذي تقول إنك لم تقم به بعد وأنت يعني تحضر مع القوم وتناقش معهم تفعيل هيئاتهم وتشخيص واقع حزبهم؟ ما الانضمام المنشود بالنسبة لك؟ وظاهر لي أنه قضية المشاركة رواية مفتوحة للناس كاملة، وأنا كمواطن موريتاني وظاهر لي عن مد طرحة مفتوحة فقط لمن هم منضمون للأغلبية ولحزب الاتحاد من الجمهورية. بعد ما تلقاوا لي بذا التصنيف. أنت منضم جديد، ينبغي أن أحتفى بك. أنا جيت كمواطن موريتاني وقدمت رأيي، وبالمناسبة شفت جزء منه موجود مخرجات، جزء من اللي طرحت موجود مخرجات الايام اللي عدلوا التشاوريه. ما الذي طرحت بايجاز؟ طرحت قضيه لا مركزيه، عنه اي حزب سياسي عنه يلا يعود حزب لا مناسباتي، عن حزب سياسي يلا يعود عنده دور وعنده وجود وفعاليه دائمه ما هي الا في مناسبات انتخابيه، وعنه اللي ما يعود الا مختصر اذا كان على نواكشوط، عنه يلا يعود موجود في الداخل ويلا ينسى عنه ما عنده لا دور سياسي وحده، عنده دور ثقافي وعنده دور اجتماعي، عنده عده ادوار يلا يلعبها ويلا يعود مواكبها. وقلت ثم اللي عنهم اللي عادوا يعولوا عنه اللي يعود حزب معودين عليه لانه حزب تابع للدوله ولا قريب من الدوله، عنه اذا ما عنده امكانيه استمرار. وقلت ثم اللي عن مشاركه الناس في الرؤيه عنها اساسيه، عن الناس وجودها في احزاب سياسيه عن طريق اسمه جذبها، عن طريق وسائل قبليه ولا انه بدون عنها تعود موجوده رؤيه الحزب واضحه لها، والناس اللي في هيئه الحزب واضحه لها رؤيه الحزب وقاعده تدافع عنها وقاعده تشارك فيها، عنه يعود مو حزب. الرؤيه لابد من الناس، اي حد منتسب للحزب السياسي. وهذا كله تم اعتماده، ما هو كله غير اعتمد بعضه، وشك عنه بوجود الشباب والله الفتره الجايه اللي نشوفه اللي واضح لي عن فماتي امكانيه عن فتح الباب للشباب اللي ناضج والله عنده اسهامات قاعد يعدلها، عنه لا يعود جيد الى حد اللحظه بعد هم انتسابهم عندهم يبدا الصبح ولا لا. انا لحد اللحظه. طيب احمد، انت كنت تصف يعني رفاق الامس ممن انتقلوا الى الموالات وانسحبوا من الحركه التي كنت انت تناضل من داخلها، كنت تصفهم بالانبطاح، ببيع القضيه وغير ذلك من العبارات. الان هل تنصف من يصفوك بهذه العبارات وقد حذوت نفس الحذف؟ كل تأكيد أنا ما عندي أي مشكلة مع حريات الناس في نقدها، وأنا ذاك اللي قلت للناس كامل والله اللي قط تبنيت في مقارعتي والله انتهاجي النهجي اللي كنت قابل عنه في مرحلة نضالية معينة، عنه رواية بالنسبة لي عادية، وعنه أي إنسان يمر بها، وحالي قاعد لا حد ما عندهم الشجاعة اللي يقول شيء تجاه الناس. هو هي 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 معركة، هو دفاع عن وجهة نظر، يلا يعود بشجاعة ويلا يعود بصدق مع الذات اولا بعد كاع، واذا ظاهر يعني ما عندي اي مشكله. عندي شويه مشاكل. لما لا تمتلك نفس الراي الان حينها، حينما
يعني انسحب بعضهم من الحركة وانضم إلى الموالاة وأنت تلتحق بها الآن، يعني لما لا تتبنى هذا الطرح الذي تتبنى الآن وتقول في مرحلة تبناه سابقا؟ نعم تبناه سابقا، ما هو وارد هذا الإنصاف، هذا الإنصاف الآن الذي تريد أن تخلقه لنفسك، هل لم تلكته حينها؟ عندي عندي هؤلاء ظاهر عنه يتعلق بعدة أمور، يتعلق أولا بالنضج السياسي لرقاش، عن أنا يعني في مرحلة 2011 يعني ما هو السيانية 2017 هذا ظاهر لي، عن وجودك في الساحة السياسية يا الله يعطيك نوع من التكوين ذاتي لك، أنك يا الله تعرف عدة أمور ما كانت عندك يا الله تعرف من انطلاقا من التجربة، وهذا أول واضح لي عنه ياسر من الشباب ما فات للأسف شديد وصل لي الدرجة عن وجوده في الساحة السياسية، وجود جامد، وجود على شكل جمود، ما فيه نوع من محاولة تغيير حالته. نحن اليوم نختار نقول لك عن ياسر من الشباب في الشباب معارضة راضي برواية واحدة، راضي بعن يعود هو التنظيم فقط الميكروفونات وتنظيم الأجهزة الصوتية، وراضي فقط بعن يعود يشكل سلسلة حماية للزعماء ما عنده أي دور آخر. هذا لكن أنا وجهكم في الحركة كان يختلف وأنت كنت طبعاً أحد مناضليها. طبعاً طبعاً. إذن طبعاً هذا لم يكن ينطبق عليكم ولا ينطبق مجموعة عليها. مجموعة قليلة مؤمنة بش المبادئ وواضحة لها رؤيتها، وأنا نحترمهم كاملين من خروجي عنهم اليوم مزيد نحترمهم، ولا عندي أي شك في صدقهم تجاه موريتاني، يقير ظاهر لي عنه في ساحة سياسية أكبر منهم وأوسع منهم وهم لا جزء بسيط منها، لذلك إذا كامل نحسب فيها ما نحسب عليهم هم نحسب على مجموعات أخرى، وإذا هو ظاهر لي عن, عن, عن الشباب قاع كامل دوره محدود به اللي إذا كامل لا يعدل جاي فوق راسه وإذا كامل هو طيب بعض رفاقك ومنتقديك يقولون إن الانضمام الآن أو يعني أنت في طريق الانضمام تقول هو استجابة متأخرة لدعوة دعاها حزب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية حينما وصفكم يومها بمقاطع عائل، وكنتم حينها يعني تنشطون داخل حركة يعني مبادرة من الشريك أزوال ودعاكم للانضمام للحزب، هل هي استجابة فعلا لدعوة متأخرة كما يقول البعض؟ استجابة متأخرة اللي ظهر لي عن حالا حزب اللي دعانا له وضاح عن ويك الساعة كانت عنده مشكلة معنا، وجودنا في ويك الساعة ما كان عنده مبرر معنا، عن موقفنا من ويك الساعة مولي واضح وظهر لي عنه هو الصواب، الصواب اللي أدرك الصواب اللي مد عدد قابلة هي عنا عندها مشاكل والدور تعدلها والدور تصلحها، هذا هو اللي ما يخسر شيء لعاد حد قريب منه ولا يخسر شيء لعاد حد يقدر يناقش معه به، اللي هو معترف أولا انطلق بعد قاع من البداية مع أنك أنت معترف بشي خاسر والله معترف باختلالات موجودة، هو اللي محالي حد يقعد عنده قدسية ما هو قابل عني القدسية في أحزاب سياسية، لكن هذه القدسية الآن وأنت يعني تريد أن تقول بأن المعارضة لديهم قدسية وهالة من الانتقاد وغير ذلك وأنت كنت تنتقد داخلهم، يعني لم تكن منتميا إلى حزب سياسي ولم تتبنى إصلاح ورفضه هؤلاء حتى تصفهم بهذه الأوصاف، يعني هل هي محاولة لتبرير الانتقال فقط للضفة الأخرى؟ لا محاولة تبرير الانتقال، أنا ما هو طاري، أنا انتقادي المعارضة من مساري كامل، أنا انتقاد المعارضة وواضح لي عن ثماتي رواية من قلت تعود مالك منتمي لحزب سياسي غير مشترك معاه في الوطن، مشترك معاه في اتجاه الكامل اللي يصب في مصلحة الوطن، من تشوف رواية شاك عنها من انطلاقة من رؤيتك انت عنها 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 ما هي في صالح المواطن الموريتاني، انطلاقة من مشترك الوطني يالتك تناقشها، نختار ونشير هون النقطة في هاي الأساس قضية الأحزاب، لكن هذا مشترك أيضا مع من كنت تنتقده من داخل الأغلبية والموالاة تشترك معهم في هذا الطرح، لماذا إذا كنت بالأمس تنتقدهم على ما تتبناها أنت اليوم؟ أنا ما عندي أي مشكلة مع النقد، أنا ما عندي أي مشكلة مع النقد، مؤمن به اللي ظاهر لي عن ما قد يخلقش بدون نقد، غير هذه النقطة أساسية أحزاب سياسية، لكن المشكل لدى منتقديك أنك تقع فيما كنت تأخذه على الآخرين. ما أنا ماني أنا ماني أنا ذي رواية عدلتها مؤمن بها، حد رواية معدلها مؤمن بها وصالح فيها معدلته وما عنده معاه مشكلة، هي عنده مشكلة معها لا الناس الأخرى، وأنا مدي نختار موضح عني انتقالي ولا مشاركتي ما كانت بصفة واحدين أخرين كيفتي كانوا هم موجودين في المعارضة ومع الموالاة، هذا بالنسبة لي ما قد يخلط قد يعود لا شيء واضح، نختار شوي نشر النقطة هون قضية المعارضة، عني نختار نقول عن معارضة تحترم رأسها ما تقبل مواطن الشخصيات والله مسؤولين إداريين مفسدين واضحين نعرفوا وتجيبهم مواطنين بسطاء هم ضحية لهم، نختار نشر هاي النقطة قضية الترحيل والانهرار، كون عن والي معروف
مساهمته الفساد هون يوقف مواطنين البسطاء هما ضحيته كانوا متكدسين هون قرب لنقاط الصين وفي قصرة بوحديدة ويوقف لهم وتتكلم لهم على الأسعار. لكن هذا الخطاب أحمد هذا نوع من الاستفزاز المواطن الموريتاني لا شك عنه شك عنه مدة 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 عنده رؤية سياسية يلا تقبل ذا هذا ظاهر يعني الشباب الموريتاني اليوم عاد واعي به وعاد رافضه ولو قابله ويلا يلا مدة تصنت له مدة هامة ترفع شعارات من أجل المواطن الموريتاني ما تجيب له الناس اللي ضحيته. طيب لكن أحمد يعني هل تعتقد أن هذا الخطاب سيقنع يعني من يستمع إليك الآن وأنت كنت يعني تتبناه لكن في الضفة الأخرى التي انتميت إليها الآن وها أنت تطلقه على يعني المعارضة التي كنت فيها ألا تعتقد أن هذا يصدق من يقول إنك تتبنى مركز الهجوم كوسيلة مفضلة لديك في يعني في مواقفك كنت في المعارضة تنتقد هؤلاء في الأغلبية بذات الوسائل وبذات حتى العبارات وذات القاموس تطلقه على هؤلاء ما نشك عني بعد نفس القاموس تخلي ياسر من الفاض وياسر من الروايات الحمد لله ظهر لي عنهم تخليت عنه ما هو مو قضيه تخليت عنهم قضيه كان يصدق فقط عنهم على من تنتمي لهم اليوم لا لا عنهم فقط رواياتي عبروا عن مرحله معينه وظهر لي عنه الشخص من نفسه يعود تخطي المرحله يلا يعود عندها قاموسها الخاص بها لكنك تجاوزت هذه المرحله بسرعه عن الناس فعلا عن الشباب فعلا ياسر منهم عبر لي عن 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 اعجابه وعبر لي عن 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 اهتمامه بذا كامل اللي طرحت في قضية توضيحي وذا به اللي أنا ماني متبنيه من اللحظة ماني متبنيه كتعبير عن وجودي والله ندور مبررات الوجودي هذا رواية أنا تتبنيها من البداية وما زلت تتبنيها للحظة أنا ظاهر لي عن الشعب الموريتاني عنا كاملين ندوره يتغير يغير ندوره يتغير شو الأحسن يغير ندوره يتغير بوجوده على أرضه في موريتاني ندوره يتغير بدون عنه يعود مشرد في دول الجوار بدون عنه نعود ننتظر جلسات ولا لقاءات ترعاها الأمم المتحدة من أجل تسوية الوضع نحن نختار شعب موريتاني يتغير يغير يتغير لا من هون وأنا بعد واضح لي طيب أحمد عن عمن كنت تدافع وأنت تناضل داخل المعارضة أنا مدافع عن الشعب الموريتاني أنا ندافع عن المستضعف من الشعب الموريتاني وليه أنت مندافع عن المستضعف من الشعب الموريتاني كل موقع بالنسبة لي حسب الإمكانيات الموجودة فيه لين نعود إن شاء الله جهودي كاملة ندور على الشعب الموريتاني نختار نشير هون في الماضي كان واضحا دفاعك كانت آلياته واضحة نعم. الآن وقد يعني انضميت إلى الضفة الأخرى ما الآليات التي ستتخذها من أجل الحفاظ عندي على ذات يعني عدة آليات المواقف وجودك في أي مركز قرار لتعود عندك تعطي الصورة الحسنة إن شاء الله وعنه عن 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 إمكانية تغيير أنت إذن ستكون في مركز القرار ربما طيب من يدري أنا بالنسبة لي مركز القرار هو المشاركة الفعالة في جانب التفي الدافع عن رأيك هذه بالنسبة لي هي مركز قرار مركز قرار ما هو مسؤولية محددة يلا تتعود معطية لك من طرف هي مسؤولية تجاه نفسك تجاه ضميرك نختار شوي نشير نقطة سبب اختياري الممارسة واقعية سياسية عن انطلق من مسألتين انطلق من ظاهر لي عن هيك الراديكالية اللي كنت قابل منه وعني كنت حد يقبلها منين يعود يدور رواية نفسه منين يعود فانتازيا يدور رواية هو يأسطر بها نفسه يقدر يقبل ذاك الاتجاه غير حد عنده مسؤوليات اجتماعية ويدور عنده التزامات تجاه الشعب الموريتاني وذي دور ما هو لذاته عنه ظاهر له انه لابد من يحاول يتماشى مع واقع ويلا يعود مرن في تعامله هذا ظاهر لي عنه. هل أصبحت إذن بهذا المنطق تنصف من يعني انتقلوا بالأمس من رفاقك من داخل حركة 25 فبراير إلى الموالاة أصبحت الآن تنصفه؟ طبعا ما هم قاعهم وحدهم صف أي حد موجود عنده لا لا هؤلاء كنت تنتقدهم يعني انتقادات شديدة طبعاً وكبيرة طبعاً هل أصبحت طبعاً تنصفهم طبعاً بعد أن انتقلت طبعاً إلى طبعاً خصوصا عني في الفترة الأخيرة شاهدت بعضهم عنده دور ما خاسر عليه شيء في, 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 في مساهمته ولهم اللي ما هو ما هو ما هو ما هو ما يبقي باطية ينعتها عنده فعلا مساهمات وجيدة وظهر لي مولي عن موجود الشباب كامل وظهر لي عنهم مولي متمنين عن فمات الشباب مازال موجود وأنا متأكد من صدقه عنه دوري يقبل مسار لإصلاح الشعب الموريتاني ومسار اللي ما هو لا يدعم فعلا مجموعة من الانتهازيين ما عندهم أي رؤية تجاه الشعب الموريتاني تجاه واقع الشعب الموريتاني وظهر لي مولي عن صدقهم على الشعب الموريتاني من اللحظة الأولى اللي أنا عرفتهم فيها عنهم ما يتخلوا عنه هل حاولت يعني وقتنا أوشك على النهاية هل حاولت إقناع
من كانوا يناضلون معك داخل حركة 25 فبراير بهذا النهج قبل أن تنتقل عنهم إلى الضفة الأخرى؟ لا لا, لا أنا وضحت توف وجهة نظري. هل ناقشت معهم؟ هل التقيتهم قبل أن تنسحب؟ طبعا التقيت بعضهم وناقشت معهم, لا عندي أي مشكلة في هذا. يقول أنا ما قد نقدم رأي, نقدم وجهة نظر اتجاه وتحليل الوضع. يقول ما هذا موصايا لأحد, بيلي نحترمهم ومن احترامي لهم احترامي لوجهة نظرهم, احترامي لنفسي من الأساس. طيب ما الإصلاح المنشود بالنسبة لك وما يمكن أن تقدمه داخل يعني الأغلبية أو حزب الاتحاد من الجمهوري بإجازة؟ لأن وقت ظاهر لي عنه مشاركة مع مجموعات من الشباب اللي عندها رؤية واضحة لها وبوجودنا في الساحة السياسية في ذا الجانب عن نقدر نعود عندنا دور كبير, خصوصا ما اللي عنه فهماتي نوع من الثقة الموجودة في الشباب وعن فهماتي أمل كبير من عند الشعب الموريتاني في الشباب. وإذا كان منين يخلطوا حد قد لا يجبر 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 منه نتيجة مهمة للشعب الموريتاني. وظهر لي عن قضية التوجه نحو اللامركزية في المجالس الجهوية وهذا, لأن يعود الشباب عنده دور فعال وموجود عن ذا قد لا يساهم إن شاء الله في تغيير واقع الشعب الموريتاني. وضوح الرؤية والثقة وقودان مهمان. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الناشط السياسي أحمد ولبي. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة. لأن نلقاكم في حلقة قادمة من المشهد. لكم تحيانا جميعا.